وهذا شرف لنا كقبائل كحكومة قبيلية تشارك في هذا المظاهرة. نشكر ثاني السلطات الوزراء وكل المندوبين اللي حضروا, ونشكر ثاني جلالة الملك محمد السادس اللي كي يطور البلاد, وين المغرب ولات بلاد كيجوا ليها من كل مكان, وهذا شرف لكل شعوب شمال إفريقيا. باسكو حنا ثاني شعب من هذا الشعب الكبير اللي هو الشعب شمال إفريقيا. نتمناو العلاقات بين الشعب القبيلي والشعب المغربي تتطور أكثر وأكثر, كسوا في الثقافة في الرياضة ولما لا السياسة أيضا. الشعب القبيلي هو شعب كي يطالب بالاستقلال ديالو من الجزائر المستعمرة. الجزائر استعمرت بلاد القبائل من 62 نهار جبنا احنا قبائل الاستقلال لهذه الجزائر. أكثر 80% اللي حاربوا ضد الاستعمار الفرنسي كانوا قبائل, ونهار خرج الاستعمار الفرنسي جاء الاستعمار الجزائري واستعمرنا ثاني. دونك الشعب القبيلي كيعيش الويلات في الجزائر حاليا. أكثر من 300 قبيلي في الحبس بتهمة الإرهاب. خصكم تعرفوا باللي الماك صنفوه كحركة إرهابية, وهذا الشيء عجيب جدا أن حركة سلمية وسياسية بحال الماك لقات روحها مصنفوها في الجزائر كحركة إرهابية. إذا كان الإرهاب هو الجزائريين, الحكومة الجزائرية اللي كدير في الإرهاب, ماشي حكومة القبيلية ولا الشعب القبيلي اللي كيدير الإرهاب.